أعلن الدكتور رائد إبراهيم حمد الجبوري مدير عام صحة صلاح الدين خلال زيارته لمستشفى بلد العام استكمال تخصيص 12 جهاز ديلزا غسل الكلى وكذلك النقوصات الخاصة بالغرفة المخصصة للأجهزة ليتم الافتتاح الأسبوع المقبل. من أهم النقاط اللي تم إنجازها خلال هذه الزيارة هي إكمال تخصيص 12 جهاز ديلزا أي غسيل كلى لمستشفى بلد العام، وكذلك إكمال النقوصات الحاصلة في ردهة الديلزا، وسيتم تشغيلها في مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. بالإضافة إلى هناك إكمال الاحتياجات اللي قدمت من قبل مدراء المؤسسات وبالأخص أو مستشفى بلد العام، هناك صارت عمليات تم حل المشكلة وكذلك ردهة الباطنية، بالإضافة إلى الأجهزة والوقود وكذلك العجل الخدمية. نحن الآن في مقر القطاع، مقر قطاع بلد، أيضا اجتمعنا بالأخوان وبالكوادر الموجودة والإدارة الموجودة، اطلعنا على استمعنا إلى أهم الاحتياجات وقمنا بحلها بإذن الله.